السلام عليكم. خذوا علي يعني كإنسان مارس في النشاطات الرياضية لمدينة دلس في ميدان الكاراتي واللي أطاع النبذة ديالو وأطاع النجاح ديالو، وراك ترشحت في جبهة التحرير الوطني باش نتمنوا إن شاء الله كما جاهدت على رياضة الكاراتي واللي نجحت فيها حتى لحقت على المستوى الوطني، ماذا بك تعطيني بعض الانطباعات على جبهة التحرير الوطني كي دخلت في القائمة؟ هي أولا جبهة التحرير راني من انخرطت فيها من سنة 1992 إلى يومنا هذا، ولبينا الدعوة لمسؤولين جبهة التحرير. ما يخفلكمش باللي قائمة جبهة التحرير على مستوى بلدية دلس تتكون من أغلبها من الشباب، الشباب يعني ذو مستوى عالي، وما يخفلكمش اليوم كان عندنا لقاء مع المواطنين كما شفتوا القاعة امتلت عند آخرها، لحقت قريب 500 مواطن يحضر في هذا اللقاء مع قائمة جبهة التحرير الوطني، وين رئيس القائمة سي الشهيد عمر وضح البرنامج الخاص بقائمة جبهة التحرير الوطني، وين كانت استجابة من طرف المواطنين يعني وتقبلوا هذا البرنامج، وكانت رد تفاعل إيجابي جدا، ونشكرهم يعني ما يخفلكمش باللي من هذه 30 سنة جبهة التحرير ما كانش لها الحظ باش تكون على رئيس القائمة على رئيس بلدية دلس، والحق الوقت وين يوم 23 نوفمبر تكون إن شاء الله جبهة التحرير على رأس بلدية دلس إن شاء الله. بارك الله فيك.